نعم. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه، حطت عنه أي أزيلت عن كاهله، غفر له. اللهم حط عنا خطيئاتنا أي أزيلها عنا. ومنه قول ربنا وقولوا حطة، أي أدعوا ربكم أن يحط عنكم الخطايا، وقولوا حطة. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه، أزيلت عنه، وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تحدثها الأمواج، وهذه الرغوة لا تنقضي، تكثر وتقل لكنها لا تنقضي، ولذلك يضرب بها المثل في الكثرة. وهذا أيضا ويرد، لا بد أن يكون للمسلم الحريص. أحداث الأسنان لا ينبغي أن تنتظر حتى تهرم ويخطم الشيب لحاكم، حينئذ تبدأ. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا لم تعتد الآن لن تعتاد، وكبارهم أي شيء ينتظرون؟ وإلى متى يفوتون هذا الفضل العظيم؟ وكل يوم يفوت تعظم فيه الحسرة إن لم تطوى فيه الصحيفة على هذا الورد العظيم. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، دلت عليه أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، وضبط أيضا الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله. هاي هذه سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ فقال أبو ذر يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية عند مسلم ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وروى البزار في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فاستكثر أو فأقل، كلما قلت غرست لك نخلة. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. وروى النسائي في السنن الكبرى عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصى نوح ابنه فقال إني موصيك بوصية فقاصرها كي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأما اللتان أوصيك بهما فإنهما يستبشر بهما الله وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأرض حلقة قسمتهما، ولو كانتا في كفة رجحتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق،
وتلا صلى الله عليه وسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيا عجيز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول 100 مرة، يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، تكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وروى أحمد وابن ماجه عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره يتعاطفن حول العرش لهن، هذا التسبيح والتكبير والتهليل الذي تذكره من لإجلال ربك سبحانه، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له شيء عند الله يذكر به؟ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.